اهلا بكم في فيديو جديد. انا ندى من قناة نون كيوتي، واليوم ان شاء الله هوريكم طريقة عمل الفيشيل في المنزل. اليوم يوم 8 مارس، وزي ما عارفين هو يوم المرأة العالمي، وطبعا الفيديو هينزل في يوم تاني، فبس انا عملت الفيشيل اليوم في اليوم هذا لانه اجازة، وحبيت اشارككم فيه اوريكم خطوات كيف انكم تعملوا الفيشيل بطريقه بروفيشنال. وكل سنه والمراه بخير وبصحه ودائما ان شاء الله مبدعه وقويه. المراه نص المجتمع، المراه كل المجتمع. هوريكم التبس اللي هي بتستخدم في الصالونات عشان يعني يعملوا الفيشيل ويكون بروفيشنال، او البيزكس بتاعت الفيشيل. واستخدمت أشياء دايما متوفرة في الصيدليات والسوبر ماركتات، اللي هي الكريمات اللي هي ممكن أي واحد يتحصل عليها وتتعمل بطريقة صح عشان تدي نتيجة صحيحة وحلوة. أهم حاجة ودايما بنلاحظ في الصالونات بيبدوا أول حاجة بالتنظيف، التنظيف بيكون عميق اللي هو الكلينزين. بيستخدموا الكلاروسونيك أو الالتراسونيك، أو بيستخدموا السيليكون بروش عشان يحصلوا على تنظيف عميق. وبيستخدموا دايما منظف يكون برضو بيخترق الطبقات تحت الابيديرمس حقت الوجه ويصل لطبقة يعني الطبقات تحت. أنا هنا اخترت لكم غسول نيفيا. غسول نيفيا بيحتوي على فيتامين سي اللي هو في صورة صوديوم اسكوربيل فوسفيت، ولو ما حضرتوا فيديو فيتامين سي اتمنى انكم تحضروه لانه فيه له شرح على كل المنتجات اللي هي بتيجي، يعني الصيغ او الفورم بتاعت فيتامين سي اللي بتيجي في الغسوس والكريمز والسيرمز، عشان تقدروا انكم انتوا تستفيدوا من المنتجات. بعد كده هنبدأ أجهز. طبعا من أول شغلت الجهاز الساونا حق الوجه أو جهاز البخار حق الوجه، ولو ما عندكم جهاز الساونا أو البخار حق الوجه ممكن تستخدموا موية مغلية تحطوها في وعاء بس عميق وتستفيدوا من البخار. المرحلة الثانية طبعا هبدأ أعمل تقشير، هوزع أي مقشر عندي، وبفضل إني أستخدم مقشر فيزيائي إنه هو يكون فيه له حبيبات، وبوزع المقشر وبكون معرضة وشي للبخار اللي طالع من جهاز البخار عشان يوسع لي ويفتح لي المسامات ويساعد المقشر إنه هو يعمل لي تقشير لكل الطبقات الخارجية، للخلايا الميتة، لكل الشوائب المتراكمة على السطح الخارجي من الوجه. والبخار بيساعدني كتير، وبساعد المقشر انه هو يشتغل بصورة حلوة. وده برضو من التبات اللي هي بتتعمل في الصالون، ان هم بيعملوا جهاز او بخار للوجه او ساونا للوجه في كل الخطوات اللي سواء بيحطوا فيها الماسك التقشير او ماسك الترطيب او ماسك الديتوكس حق الوجه. بعد كده ببدأ أحط الماسكات العلاجية على حسب البشرة أو وجهي. دلحين محتاج إني أصفي، إني أفتح، إني أعالج، إني أعمل ديتوكس، فغالبا بعمل كل الماسكات. فببدأ بقناع الطين النقي من لوريال، بعمل دايما الطين بيعمل ديتوكس للبشرة. فبغير الراس حقة الجهاز، بحط الراس الكبير وبستخدم فوطة وبوسع الماسك على كل وجهي حق الطين، وبقعد تقريبا 15 دقيقة بالماسك هذا تحت البخار. ده بيساعد على امتصاص، بفتح لي المسامات وبيساعد الماسك انه يدخل ويتعالج ونستفيد من الماسكات. بعد كده بوزع ماسك نيتروجينا للترطيب. الماسك ده جدا جميل، بيحتوي على كله على حمض الهيرونيك أسيد. بوزعه، بحطه، هو عبارة عن شيت بيجي كده زي السيليكون، جدا جميل. بحط الشيت على الوجه بعد ما أكون خلصت من قناع ديتوكس ومسحت وشي وغسلته ونشفته. بحط قناع الترطيب اللي هو من نيتروجينا، وقناع من السيليكون بيتحط على كل الوجه، بقعد بيه كمان 15 دقيقة. بحاول أستمتع بالماسك بإني أتفرج على قنوات اليوتيوب. هذه قناتي على اليوتيوب، لو أنتم مشتركين على قناة نون كيوتي اشتركوا على القناة وفعلوا جرس الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد من القناة. بجلس بالماسك 15 دقيقة، وبعد ما أخلص الماسك ووزعه كله ببدأ أوزع زيت للوجه أو وسيرم. بستخدم سيرم فيتامين سي، بستخدم زيت بذور الزهر، وكذا بيكون الفيشيل في المنزل انتهى. طريقته جدا سهلة، أهم حاجة إنكم بتحتاجوا إنه تعملوا بخار عشان تفتحوا المسامات، بتحتاجوا تعملوا ماسكات تقشير، بتحتاجوا تعملوا ماسكات علاجية، وبتحتاجوا كمان إنكم تعملوا تنظيف عميق بجهاز الالتراسونيك أو بالسيليكون، أو أنتوا تنظفوه مدة طويلة 5 دقائق عشان تقدروا تحصلوا على الفيشيل اللي بتعمل في الصالون. وكده بكون وصلت لنهاية الفيديو، وأتمنى إن الفيديو يعجبكم، وأتمنى تتفرجوا على فيديو فيتامين سي عشان تعرفوا وتستفيدوا وتختاروا منتجاتكم، وكمان تتفرجوا على فيديو الهيرونيك أسيد حمض الهيرونيك اللي هو في شيت نيتروجينا. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. في أمان الله.